لازم نصير فيش نستات مو لازم ريحوا نفسكم. الشهوات هذه اللي ما تخلص, اشتهي 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 اشتهي, هي دي اللي مودياتكم ورا الشمس. اذا انت اشتريت المنتج الفلاني والاعلانات هذا ما هو الشيء الخارق السوبر هيرو اللي والله حيغير حياتك من صفر لمية. Nothing. It's nothing. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة معي أنا فاطمة الجاوي. إذا كانت المرة هذه أول مرة تشوفوني فيها فلا تنسوا تروح تشتركوا في القناة وتضغطوا زر الجرس عشان تجيكم التنبيهات وتسووا لايك وتنوني أنكم تشيروا الحلقة. أتكلم معكم في موضوع كده يعني هنا والله العظيم يعني شيء مو طبيعي. يمين يسار فوق تحت, يمين يسار فوق تحت, يمين يسار فوق تحت. ما كانت من جمعة بيضة. أنا ببدأ في نفسي, يعني أفضحني قبل لا أحد يفضحني. يعني أنا لما اصلا يكون عندي 6 باليتات, اوكي اقل شيء 6 باليتات, وهذا انا ماني فاشي فيشتا ولا فاشينيستا, لا بوريكم واحد اثنين, هذا مو استعراض بس خليني افهمكم الفكره. يعني انا لما يكون عندي الباليتات هذه انا اروح اشتري باليت بريال ايش؟ انا نفسي افهم. يعني هي مو بس حكايه كده, يعني الحكايه انه يعني يا ناس قسم بيت الله يعني كيف اقول لكم, مو كلها يعني انتوا شايفين شبه جديده. شايفين يعني كميه الباليتات هذه كلها؟ ترى ما بتكلم عن نفسي بس بتكلم عن كل البنات. في النهايه في لون واحد انا بستخدمه من هذه الباليتات في كل يعني اغلب لوكاتي. الفكرة انه والله لو شفتي احد في السناب شات خصوصا دول المعلنين والمعلنات ولا انستغرام ولا يوتيوب تستخدم لك اللون الخنفشاري البرتقوازي اللي انت ضروري يعني حتموتي لو ما اشتريتي, ترى انت حتشتري. اوكي حتشتري اللون ذاك البرتقوازي بس عشان هتصوري فيه سيلفي واحد, وبعدين صدقيني حيقعد في التسريحة لمدة 5 سنين. شوفوا يعني أنا نفسيا اتصالحت مع الإعلانات لأنه مشكلة الإعلانات هذه موجودة منذ الأزل, لكن أنا عندي مشكلة مع المعلنين. بلبسه كذا خفيف خفيف مو عادي. كيف خفيف؟ مرة مرة عجبني مو عادي. وطريقة الإعلان شمتها وصارت مغرمة فيه, فراح أخذ هذا حق الوالدة ربي يحفظها. والشركة المعلنة طبعا أكيد تعرفوا جولدن سنت أكبر موقع للعطور في الشرق الأوسط. أحس بالذات صار لازم يكون في لجنة رقابية على الإعلانات, إنه مش كل أحد هب ودب يطلع إعلان ولا ارفع له الجوال اسحب الشاشة على فوق. سحبوا هذه الشاشة ليه فوق؟ اربع شاشة يا ناس ما اعرف, احس نحتاج والله لجنة رقابية على الاعلانات. انا ضد انه الاعلان او غير الاعلان اي شيء يكون في السوشيال ميديا انه يهددنا ماديا نفسيا صحيا او يكون عبء علينا. يعني وصل في بعض المراهقين التفكير انه انا لو ما اشتريت المنتج الفلاني انا ما راح اكون نفس الفنان الفلاني او نفس العلاني. تعرفوا عادي يعني في ناس كثير لسه ستيل في حياتهم يدوروا رول مودلز وكذا ومدري ايش. يعني في عبء في عبء كذا نفسي, في تهديد, في انه انا لازم اسوي لازم اشتري شيء عشان اسوي شيء عشان اكون حاجه عشان اشوف نفسي في مكان. في ناس صاروا يحسوا بعبء مادي انه يا الله تلاقيه جالس قاعد استلم الراتب قاعد له كده يبغى يسوي له ميزانية كيف يجيب اكبر ايفون كيف يجيب اخر شيء ما ادري الله, يعني شايل هم شايل هم ما يتلم على قول جرجو السوف. خلاص
انه انا لازم اجري اجيب اجدد شيء، افخم شيء، افضل شيء، احسن موديل، الافضل، الاجدر، يا ناس شوي 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 هدوء هدوء هدوء، خذ نفس. ترى هذه كلها مصطلحات كاذبة ووعود لحظية، يعني انت ما راح تصير الصورة اللي في بالك بس عشان خاطر اشتريت المنتج الفلاني ولا المنتج العلاني. انت لازم تستوعب انه هذه دعاية اعلان بس همها انه تاخذ من جيبك، يعني من غير الواحد لا يحس. يعني اتوقع كل احد فينا صاير عنده وصل التكديس لمرحلة المرض، نبغى من هذا ونبغى من هذا ونبغى من هذا، وهل من مزيد؟ يعني هذا ترى شيء كله صار في اللاوعي بسبب الإعلانات التعبانة هذه. يعني وصلنا لمرحلة يعني عن جد عن جد عن جد ما نعرف نفرق بين إيش نحتاج وإيش نبغى. ترى في فرق بين الحاجة وبين الرغبة، هشرح لكم إياه إن شاء الله شرح مبسط كده وتستوعبوا معايا. طيب إيش الاحتياج؟ خلينا نعرف الاحتياج. أنا قسمت لكم هو ثلاث أشياء. الاحتياج هو الشيء أنت ما تقدر تعيش من غيره، زي عندك الأكل، الشرب، الموية، الهواء، الجنس، ليتك أعثر. الشق الثاني شيء عدم توفره لك يسبب لك الضرر، زي عندنا المسكن، زي عندنا الملبس، زي عندنا الفلوس، والفلوس حترجع تجيب فيهم الأشياء اللي سبق وذكرناها. الشقة الثالثة اللي هو شيء يعتمد على العصر اللي احنا عايشين فيه، زي عندنا وسائل المواصلات جدا ضرورية، عدم توفرها يعني تخلفنا عن أشياء مرة كثير. أيضا عندنا يعني على حسب احتياج كل شخص يختلف عن الثاني، يعني في ناس اللي دحين ما عندهم جوالات، طب إذا ما جا الجوال ما نحتاج شاحن، يعني فهمتوا؟ هكذا دوالي يعني يتطور بتطور العصر اللي انت فيه. طيب كيف كل واحد فينا يفند احتياجه؟ كل واحد يسأل نفسه السؤال. لو انت مثلا موظف ووظيفتك تتطلب منك انك انت تكون موجود كل شهر في مكان، ايش الاشياء اللي تحتاجها في كل مكان او بلدة خلال مثلا فترة 12 شهر؟ اوكي، غير الاكل والشرب، غير المسكن، غير اللبس، يعني ايش الاشياء اللي انا احتاج تواجدها عشان اتمم مهمتي. نجي للرغبة، ايش هي الرغبة؟ او خلينا نقول الشهوة. يعني انا لما اقول انا اشتهي حلا، ترى الحلا مش ضروري اذا في اكل، اقول مثلا اشتهي الساعة من الماركة الفلانية، شهوة مش ضرورة. اشتهي الكنبة من الماركة الفلانية، او انه اصلا اشتهي اني اشتري كنبة مثلا، او اشتهي اني اشتري زولية فخمة او حاجة، يعني شهوات شهوات، يعني هذه اللي مدينا في داهية إلا الإعلانات شغالة عليها. يعني لعبة الإعلانات اللي تلعبها إنه هي تخلينا نحس إنه الشهوة هذه اللي إحنا مشتهينها هي شيء احتياج. يعني أنت ما رح توصل للفخامة الفلانية العلانية إلا إذا اشتريت منتجنا. نفس الشيطان بالضبط، يعني أنت شو أقول؟ طيب عمليا كيف إحنا نقدر نقيم حاجتنا أو رغبتنا لمنتج ما إحنا بنشتريه؟ قبل لا تشتروا خذوا نفس كده، أسألوا أنفسكم إيش قيمة المنتج هذا اللي أنا بشتريه دحين؟ يعني إيش قيمته دحين؟ إيش قيمته بعد شهر من إني أنا اشتريته؟ إيش قيمته بعد 5 شهور؟ ايش قيمته مقارنة بالاشياء اللي انا عندي؟ يعني انا مثلا لو عندي والله حتى لو اتعرض علي باليتا بريال، الاعلان هذا اللي صجنا في الجمعة البيضاء، طب انا بشتري باليتا بريال بس قد ايش حتضيف لي؟ انا عندي 7-6 باليتات، يعني ايش الفرق؟ فهمتوا؟
طيب الناس اللي والله شدوا حيلهم في البلاك فرايداي او الجمعة البيضاء وعملوا حالة من التكدس الشنيع، الا صراحة اتوقع يعني في ناس كثير عندهم تكدس قهري وهم مش عارفين، انا من ضمنهم كنت يعني الحمد لله، واكتشفت نفسي يعني لحقت على نفسي يعني. فابغاكم تجربوا شيء اسمه التجرد او المينيماليزم، اكتبوا في عمي جوجل ايش هو التجرد ايش هو المينيماليزم، وفي خطوات مرة كثير يعني حاولوا انكم تتبعوها ان شاء الله وتوصلوا حل مع نفسكم وتسووا كده بريك قبل لا في بعض الناس يصير عندهم شيء يعني قهري من جد. الى هنا اكون وصلت معاكم لنهاية الحلقة، ان شاء الله رب تكون الفكرة وضحت. بنزل لكم الحلقة الجاية شيء بعنوان كيف تكون اذكى من الشركات المعلنة، فلا تنسوا تشتركوا في القناة وتضغطوا زر الجرس عشان يجيكم التنبيه بالحلقة الجاية. اذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تسووا لايك وتشاركوا الحلقة مع المكدسين اللي انتوا تعرفوهم، واذا شفتوا انه المحتوى يستاهل في القناة لا تنسوا تدعموني على باتريون، اللينك كل شيء تحت. اشوفكم ان شاء الله المرة الجاية، يلا سلام.